وزي ما تقدر تشوفه تسف بيجان قلت شحال هالمرة كيبغي يدير مثلا شي كونسير ولا شي فيستيفال ولا شي لعيبة ونخليه وش يدير، فهمتي؟ حيت كيكونوا بحال هاد البلانات، كيكونوا دراري في الفيستيفال زعما، كاين هذا كيبغي يخون كاين هذا، وما كيخسروا الايماج الصراحة. كليكا كليكا كتشوفوا معنا اليوم الكا واش اخاي هيثم جدا الله صح مزيان شو هذاك شو هذاك الحمد لله شو بلي عليك لاز 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 خويا الكا للناس اللي ما تعرفوش شكون هو الكا قولنا شي شويه عليك على البروجيات اللي خدمتي وما شابه لاز الكا برودوسر ساوند ديزاينر مزود في الطاليان اسمي الحقيقي هيثم دابا نقولك شي قريبة 7 سنين وانا كنخدم لي برود، ولكن نقول بحال 3 سنين وربع سنين الاخرية اللي جيت غادي فيها بالجهد. ان شاء الله ما يصير هي قلنا شي ولي حاجه بروجي لي بروجي اللي خدمت كاين كراس، كاين فيوري 2018، وزي شيطان، فريزي، مين عارفه، كاينين دراري بزاف. يتشاوب لي عليك شرف لقاع الدراري واش واش لاز لاز ومنين جايه السميه ديال الكا وشنو كتعني؟ الكا دابا في الطاليان كاين عندنا واحد اللعيبة، انت واحد ما يعطيك بسميتك، فهمتي؟ وانا دابا سميت كنيتي قاطف، الطاليان كيقول لها كاتيف، حد ديما كيقول لها الكاتيف، الكاتيف بقات غير هذيك الكا من جد حظي. البلان يتشوف عليك مازال وكيفاش قلت حتى واحد ما تيقول سميتو كيفاش البلان ديال هادي مثلا شو حد تشد ولا شي حاجة، فهمتي؟ ما كيقولش سميت، فهمتي؟ واش هادو غير المغاربه اللي في الطاليان كيديروا هاد البلان ولا كاع غير الطاليانيين المغرب ياك ماشي دابا اللي تمشي للطاليان تحسب راسك غير في المغرب. يا غاوية ولا عمرها مرة وكينوس وكدا عامرة خصوصا دابا انا كنت في طورين، ودابا يلا جيت لفرنسا شي 3 سنين، دابا كان باقي مرة كنمشي خصوصا في طورين وعامرة بزاف. طورينو طورينو معروف شوف عليك صافينيانو ويلي ويلي لي فون وكي دايرة فرنسا مقارنة بالطاليان برو نقولك الصراحة بحال في الموسيقى هما أجهد من الطاليان، ولا لو بغيت تشوف زعما غير الموسيقى، حيت هما أصلا الطاليان كيت إنسبيراو دابا من فرنسا كاين هادي. يتشاوب عليك يتشاوب عليك اياه اياه اه شنو اللي خلاك تدخل لهذا العالم ديال البروب كيفاش بدات القصة؟ ما بديتش انا دابا في الراب والتراب، كنت بديت انا بالداب ستيب، فهمتي؟ الاي دي ام هذاك الشيء راك عارف، سكريلاكس هذاك، افيشي هذاك، بديت بهذاك الشيء فهمتي. و المهم هذيك الوقيته كان بحال قول 2016، بديت كنت صانت مزيان هذاك الشيء ديال التراب في الطاليان، كان دارك بولو كانجيلا طالعات هذاك سفيري باستا، كنت صانت لهم بزاف، والبرودوسرز ديالهم هذاك سيكلوك عندي الالبوم ديالو لاصق هنايا فهمتي. بديت كندخل شويه داك الونيفير ديال لي برود وداك الشيء، ما كانش عندي بي سي مزيان ديك الساعه، و كانت واحد اللعيبه ديال زعما ملي كنت باقي كتقرا كيعطيوك بي سي، فهمتي؟ شديته تيليشارجيت اف ستوديو مكراكي فهمتي، وبديت تما كتدخل الشوكه، تما كتبدا الشوكه ديال راك عارف كتسد على راسك فهمتي، كتبقى تشوف توتوريال هنايا فيديوهات هنايا صافي كتكمل. واحد اللعيبه اخرى بحال ما كتبقاش توصل لحد اللعيبه، كتجيك واحد اللعيبه ما كتبقاش تصنت الموسيقى بزاف فهمت، كتبقى تصنت لي برود ديالك، داكشي اللي كتخدمو كدير في التليفون كتبقى غادي كتصنت ليا اش ندير هنا اش ندير هنا صافي كتكمل. يتشوف عليك دابا هاد اللعيبات باقي كديرها كتكون مثلا غادي شي مرات في الشارع ولا تريني ولا هذا تطلق اللعيبات ديالك باقي كندير، ما نقدش دابا زمان نصنت انا كنت نصنت مثلا شي بروجي درت ولا شي حاجه عجبتني، ولكن ماشي اي حاجه خرجت نصنت ليها. يتجاوب لي عليك دابا وليتي مشغول براسك حيت دابا برو كنت رايح في واحد اللعيبه بحال مثلا بقيت كنسمع في شي تراك ولا شي حاجه كنبغي ندير شي برود بحال اوتوماتيك، ما غادي نبغي ندير بحال داكشي اللي سمعت فهمتي، من بقيت كنسمع داكشي اللي كنبغي ندير انا نقد نجبد شي حاجه ما كايناش فهمتي. من هذا تعرف حتى شي لقطات مثلا هذه ما عجبتنيش كان عليا ندير هذه هذه عاوتاني كذا كان عليا يعني تزيد تموضي في بلان
هذه هي الخدمة. لا شوف لا بيت شو بيت شو بيت شو. وكيفاش سويتشيتي من الجونغ اللي كنتي فيه من قبل داب ستيب واللعيبات ومن بعد دزتي للراب؟ سكريلك صبر وسي هو دار نفس الحاجه. كان هذيك كان هو كان كيدير داب سيف داك الشيء شويه بدا كيدير لي كولابوراسيون، كان هذا كاري كروس، كاين كيندريك لامار، فهمتي؟ بديت ندخل في داك الشيء ديال التراب وقلت بروح شي زعما احسن من الايديان والداب سيف وانا نكمل فيه. دابا بقول بحال ما بقاش كندير راب، كندير نقدر ندير افرو زعما شحال من حاجه واش مرات كملون. جي دابا باقي نشتي تراكات بحال مثلا قولي ليا ديال اوزي شيطان، لا سمعت البرود تجي تكلمي لي بحال شي حاجه ايديام، فهمتي؟ فيها زعما كتبقى ديما تكلتوش زعما واحد الحاجه اللي بقات فيا. بيتشو بيتشو. واحد اللعبه ديك النهار كنا سولنا عليها برودوس، شارع اوت البرودوس من هنا بعدا، تحياتي كنا قلنا له شباب. شنو هي ديك اللعبه نتاع برود باي كتاني. غنعاود نسولك نفس اللعبه، مثلا تلقاو التراكات وكنلقاو مثلا تراك ديال فيوري مثلا برود باي الك، هذيك برود باي شنو كتعني هنايا؟ شنو درتي كبروديوسر؟ دابا كاينين جوج لعيبات بحال قول ملي يلاه كتبدا مثلا ياك في الاول البرود كتكون زعما غير رسلتي البرود واستعملها او زعما حط السميه ديالك زعما كريديت ديالك تما. وكاين حاجه اخرى بحال مثلا اللي كندير دابا مثلا كندير تراك مع راسي ورا ما هذا كندير بحال البرود من الزيرو، باقي ما كايناش لا برود، كنفكر في شي بروجي بغيت ندير شي حاجه هكا يكون في هذا الهيت، فهمتي؟ بحال كنكون في البروسي كامل من الاول حتى الاخر. وديك هي زعما الديفيرونس ديال البرودوسر وبيت ميكر. بيت ميكر غير يصاوب لك بيت، البرودوسر كيكون في تم في التراك كامل، فهمتي؟ من الاول حتى الاخر. يعني كتكون في كونتاكت مع الارتيست من الديبار، مثلا ها كيفاش ها كيفاش، يعني من الزيرو حتى الاخر. هذاك الشيء علاش تسمى برود باي؟ زعما كتكون عنده شي ايده ولا شي حاجه، كتكون انا عندي شي ايده، فهمت؟ كنكمل مثلا قد نديرو شي جوج ولا ثلاثه الفيرسيون ديال تراك واحد، شحال من مرة التراك اللي كيخرج ما تكونش الفيرسيون الأولى، فهمتي؟ كنقدو نعاودو البرود عاوتاني من الأول، كنقول لي زعما هادشي مقدامش نعاودو عاوتاني الراك، كنكملو. شوف عليك، بلان بلان بلان. اييه، وقلت مش في معنى اخر، شي مرات كتصيفط غير البيت وكتسمى برود باي شي مرات. يا بحال نقول هذيك البرود بحال اللي بغيت تشوف هي غير زعما كيعطيك الكريديت ديالك، فهمتي؟ بحال مثلا نقول شي واحد سرق شي برود من يوتيوب شي طايب بيت ولا شي حاجه، يقد ما يديرش الطاي حيت هو فهمتي ما عندوش زعما غرض ولا ما كيعرفش. اما ديك البرود زعما هذاك الشيء اللي كنفكر فيه انا شنو زعما ماشي بروجي غير ديالك، زعما بروجي ديالك وديال البرودوسر، فهمتي؟ تكون زعما تراك ديالكم ماشي غير ديال هذا وزعما غير حاطك تماك. كاينة معقولة. خويا الكا، شكون هما شي ثلاثة ديال الروافق اللي تبغي تخدم معاهم؟ نبداو بالمغرب بعدا. المغرب عندك طوطو ولا غنخدم معاه، نايس. كاين بوقال وواحد اخر بغي نخدم معاه اعتبرو، واخا هو كيطلعو عليا ولكن الصراحة هو رانا غادي هو اللي نجبرو تو بغي ندير مع بعدا شي تراك. شوف لك، شارع اوت طوطو البنج وبوقال. شوف شوف، شنو تعجبك في هاد السميات هادو؟ برو بوق قالك هو كان بان مع الدراري في الفريستايل وداك الشيء ياك، وكان شد لزم واحد البريود مبقاش لاح، ولكن ملي بدا عاود تاني ولا حط تراك من ورا تراك من ورا تراك وداك الشيء كلشي مقود، فهمتي برو؟ ما كيعجبني بحال هذيك الخدمة، فهمتي؟ و عندك البنجا برو، البنجا المهم كنت مازك لي بزاف، فهمتي؟ صوت التراكات القدام هادشي جديد ما كنصنش لي بزاف، ولكن التراكات القدام كنت باقي كنصنت لي. او طوطو شنو نقول لك، طوطو راك عارف زعما مروقة دار زعما عصرة كوم اوبجيكتيف ديال البرودوسر زعما اوموان ندير تراك معاه. مع طوطو. ان شاء الله عليك، ان الله شاء الله، الله ييسر تحية عليك. طوطو واش الله واش يسلمك عليك الدراري. ناس ان شاء الله. وتما في ايطاليا كاين شي سميات كيعجبوك تيمزكوك بغيت تخدم معاهم؟ كاينين دراري بزاف، وكاينين شحالين تعرف كاين عندك بابي جانج، فهمتي؟ بابي جانج شحال مرة كيجي عندنا تما كل طورينا في الستوديو فين كنخدمو، كاين بابي جانج. عندك سيمبا تو نبغي نخدم معاه شي حاجة في الدريل ولا شي حاجة في ديك السيل. شكون عندك
عندك واحد الدراري طاليان اللي بحال تقول دابا يكون في زعما التوب 5 ديال طاليان، سميتو تادو، كيخدم بزاف داكشي ديال زعما داكشي يكون شو زعما ماشي طراف بزاف، ولكن زعما ديما داخل ديك الميلودي وديك الراب تاعنا. يوتيوب يوتيوب يوتيوب. عمرك خدمتي شي لعبه مع بيبي جانج بما انكم خدمتوا في نفس الاستوديو؟ بيبي كانغ باقول بحال نقول هو ديجا سامع لي برود وداك الشيء، ولكن باقي زعما ما جاتش شي اوكازيون خدمنا شي حاجه، فهمتي؟ بحال نقول ملي كان جعدنا تما كان كيخدم لي بروجي ديالو، كان كيتجمع معاه. واش بيبي جانج واش سول فينا شرفت سيك البيبي لاز كانغ. لاز لاز. دابا انت ملي كتمزك البيبي جانج شنو تيبان لك فيه؟ انت كتفهمو دابا بزاف ديال الدراري مثلا في المغرب تيعجبهم داك الخوزوز وكذا وانه مغربي. حنايا تنعرفوا واحد الانسان مغربي فقط اخر تنسيبورتيوه، فهمتيني؟ انت كواحد الانسان اللي كبرتي تما كتفهمو ماشي غير موسيقيا فقط ولكن حتى ثقافيا مغربي في ايطاليا، شنو تيبان لك فيه؟ زعما في بيبي كان، وماشي غير بيبي كان، زعما كل الدراري كاملين اللي طالعين دابا اش تشوف برو دابا راه شي من الاخر المغاربه مقاودين، فهمتي؟ دابا تشوف بحال الطاليان اسبانيا كاين مراد، كاين الدراري بزاف دابا طالعين كاملين المغاربه، فهمتي؟ عندك عروبي، عندك اشفار، كاين شحال من واحد، فهمتي؟ وبحال نقول دابا جا كيما نقول لك زعما وصلنا لواحد المومون زعما ورينا زعما المغاربة علاش قاعدين، فهمتي؟ حيت دابا مثلا ترجع غير شي 5 سنين ولا 10 سنين بحال التراكي ديال الطاليان داكشي، غير كتلقى زعما غير الطاليان كيسبورتي الطاليان وصافي، ما دابا كتلقى شحال من واحد زعما كيسبورتي بيبي كانغ وداكشي. ودابا غير مؤخرا كان بيبي كانغ كان هو اللي زعما كيتصنتوا لي بزاف سبوتيفاي تماك في الطاليان شو شرف لكاع زعما غير المغاربة. في الشهر الاخر. لاز 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 لاز. تحية الجالية المغربية المقيمة بأوروبا وفي كامل يا سلام، العالم، فهمتيني؟ حمر علينا الوجه. المغاربة الشات هادي الله دوبري عليكم. لاز. يعني دابا قلتي مثلا في القضية ديال الطاليان ماشي غير مغاربة فقط اللي كيسيبورتيو بيبي جانج ولا دراري اخرين، ولكن حتى الطاليانيين بحد ذاتهم ولاو تيعشقوا هذاك السيل ياك. دابا باش تشوف زعما وما جابوا واحد السيل اللي ما كانش في الطاليان، فهمتي؟ حتى هي لا شتي تشوف برو التراب وداك الشيء بداو في 2016 بالدارك بول وصفيري باس، بحال نقول ملي جاو هما جابوا واحد الوايف اخرى، فهمتي؟ جابوا داك الشيء ديال فرنسا، جابوا داك الشيء زعما ساوند ديال المغرب وداك الشيء زحمة التراك تلقى فيه كانيو فيه زعما شي لعيبات بالعربية بالدارجة، فهمتي؟ يوتيوب يوتيوب. وشنو وجابوا زعما كتعتقد داك الساوند. لاز لاز وشنو كتعتقد دابا التأثير ديال هاد اللعيبات هادو على الصورة ديال الإنسان المغربي في أوروبا؟ دابا كاين بعض البلدان اللي الصورة ديال الإنسان المغربي شوية مكرفصة بحال دابا مثلا في هولندا ولا. واش هاد النوع ديال الموسيقى وهاد المغاربة اللي هما ناجحين تمايا كيلمعوا لنا الصورة وتيعاودوا يبداو يغسلوها ولا تيزيدوا كيكفسوها؟ برو نقول لك دابا ما كاين زعما تلقى تلقى دابا شي دري زعما كيتصانت البيبي كان غير كيتمزك ليا، فهمتي؟ وكاين اللي قاعد يتصانت البيبي كان يبغي يطبق هذاك الشيء اللي كيدير، فهمتي؟ برو دابا بحال نقول في الطالي ما نكتبش على، كاين دابا هذا المشكل زعما كاين بزاف ديال الدراري زعما تلقاهم زعما نورمال بيس كيمشيو مدرسة كيديروا شي حاجة وبحال كيبداو، فهمتي؟ وبرو شنو نقول لك زعما ما ضروري كاين واحد الاج كتفكر زعما انت راه ماشي غتصنت لشي حاجه وتبان لك شي حاجه الا مود غادي تبغي دير بحالها، فهمتي؟ برو زعما وانا شحال من لعيب شحال من مره كي زعما شي دراري ولا ارتست كنخدم معاهم خصوصا في الطاليان، كاين بزاف ديال الدراري زعما طالعين دابا مزيان زعما مثلا يقول شي حاجه نقول لي برو زعما بدل الكلمه ثانيه ولا دير هادي دير هادي، برو عارف ان كاين الدراري زعما كيتصنتوا داك الشيء كيبغيو يطبقوا، مسألة ديال المونتاليتي. وانا فين كيكون المشكل. هذا برو هما راه كيغنيو واش زعما راه كي ماشي اكزومبل ولا شي حاجه زعما كيعاود لك ياس، فهمتي؟ ودابا اللي تشوف راه مابقاش زعما كيشد فلوس بحال هكا ورد قدام موسيقى خدمه ديالو هي موسيقى، فهمتي؟ الشيء اللي خاصك تفكره. كاينة جمال. دابا أغلبية يكونوا مراهقين هما اللي تيتأثروا بهذا الشيء باقي في الليسي وكذا سين المراهقة. تسمى الدراري الصغار داكشي هما اللي كي زعما كيعطر عليهم شويه. تيدخل لدماغه وتيسحب له السلاح كذا تيبقى يسمع السلاح كوكا كذا العاقة، فهمتي؟ تيقول خصني تاني نعيش ديك اللعيبة. هو راه هو تيعاود لك قصة ديال واحد المافيوزي في شي دولة ولا شي لعبة ولا راه هو تيلعب الشخصية. بالله.
مرعي. فهمتي من العام الاخر زعما تلقى لابس هو لاكوستيان فهمتي. وفي وبحال نقول كيخسروا كاين هاد اللعيبه زعما كيخسروا شويه زعما ليماج ديال زعما دري مغربي سمعك في الطاليان ولا شي حاجه، كاين شحال من دراري زعما كيجيو وكيخدموا على ريوسهم فهمتي، خدامين بيس كيديروا زعما شحال من حاجه مزيانه، كاين هاد البلان. وزعما تلقى تشوف حتى في بيبي جانج شحال من مره كيبغي يدير مثلا شي كونسير ولا شي فيستيفال شي لعيبه ومكيخليوش يدير فهمتي، حيت كيكونوا بحال هاد البلانات كيكونوا دراري في الفيستيفال زعما كاين هاد كيبغي يخون كاين هاد، وما كيخسروا الايماج الصراحه. ياك شي مرات هذوك اللي تيجيو يتفرجوا فيه شي مرات تيكونوا جايين بالهمجية. برو رشي غير بحال مثلا مرشش للشي زعما غير طوطو من كان هنا مثلا في فرنسا ولا شي، شحال مره زعما كيوقف في كونسير يعني شي واحد كيلوح ليه شي حاجه ولا شي دار، ديما كتلقى زعما شي واحد بحال فهمتي زعما جاي زعما غير مشي زعما هو مشي ما عايشش فيها شي حاجه زعما غير باغي يرونه وصراحه. بيتشا بيتشا بيتشا. الثقافة مثلا تاع البروديوسرز هنايا في المغرب كي كتبان لك، وشنو ناقص، وشنو خاص الروابط يعرفوا ملي يخدموا مع شي بروديوسر، شنو اللي ناقص مثلا؟ زعما قد ندالك زعما شنو اللي ناقص زعما لي برودوسرز في المغرب، ماشي كلشي حيت زعما برو نقد نقولك زعما شي توب 5 ولا توب 10 البرودوسرز زعما واعرين اللي قدامي مزيان في المغرب، ولكن واحد اللعيبة اللي كنلاحظ بزاف زعما كتلقى واحد زعما داك النهار مثلا تيليشارجا في الاستوديو كدوز سيمانة ولا 2 سيمانات زعما كيبغي كتشوف كيبغي بلاصي شي لعيب كيكون داكشي باقي زعما باقي مخدمش زعما مزيان في داكشي ديالو باقي ما صافش زعما واحد النيفو فهمتي. شنو نقدر نقول لك زعما شحال من مره كنت كنلاحظ كان العام اللي فات اولدي اللي كي دار شحال من تراك الطوط وشي اش كان كيدير، كان كيدير لي لايف في تويتش وكيدير بحال كونتيست ديال البرودوسر شو زعما كتلوح لابرود ديالك وكلشي كي زعما كيدير رياكشن كيدير زعما شحال نعطيو من 0 حتى 5 في هاد البرود فهمتي. برو لاحظت زعما راه كاين بزاف 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 ديال الدراري اللي زعما غير كي كما نقول زعما ماشي باش نقص لهم شي حاجه ونقص لهم قيمتهم ولا شي حاجه، ولكن زعما باقي ما زعما ما سدوش عليهم وخدموا بزاف زعما في ما عندهمش واحد الساوند ديالهم شحال زعما مثلا كيبغي كوبي هذا كيدير كوبي كول ديال هذا فهمتي ما عندوش الساوند ديالهم. والعيب اخرى كاينه كتلاحظ بزاف زعما البرودوسرز اللي كتلقى مثلا تراك فيه شي 4 ولا 5 البرودوسر زعما كي درتوا 5 باش ديروا برود واحده فهمتي، زعما برود زعما كتلقى واحد كيبقى يدير في اللوب غير كيرسل في الميل هنايا 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 بلاصه هنايا انا درت برود مع هذا ولا مع هذا، هو اصلا ما كانش كاع في ما كانش في الراك ما كان عزاب فهمتي وسمع غير البرودوي فينال. زعما ما كنبغيش نخدم بحال هكا كنبغي زعما التراك زعما نخدمو انا زعما يكون الساوند ديالي يكون زعما برود هكا كيما قلت انت في اللوب. يعني كتخلي واحد لاتوش ديالك في الانستري في البيت. ضروري زعما خاص يكون الساوند ديالك حيت سينو بحال درتي كوبي كولو وصافي فهمتي ما درتيش شي حاجة. واحد اللعيبة بغيت نسولك عليها قبيلة اللي كنا هضرنا عليها في الأول كاع، شنو في النظر ديالك واحد القضية تتوقع مع بزاف ديال لي برودوس ديال أنه كتعطيو لواحد واحد واحد البرود لواحد الرابور، أو لا المهم كتخدم مع واحد كولابوراسيون مع واحد الرابور يعني تيقول لك او تيأكد عليك انك تخدم له واحد البيس انت تيجيك فهمتيني سامبل، يعني ما شنو كتشوف ما تيخليوش البرودوس يخلي واحد لاتوش ديالو، يعني فهمتيني بدع كتبدع الرابور عنده ضروري غادي يبدع فوق البيس، ولكن تتبقى واحد اللقطه ديال البرودوس يبين فيها حنت يديه كما تنقولوا، يعني شنو تقول على هذه القطعه هذه؟ ولكن برو شتي تشوف زعما ديك ماشي لا فوت ديال الرابر ولا شي حاجه ولكن ديال البرودوس على اسمه، حيت شحال من مرة كيكون مثلا هادي في الأول ما دابا زعما مبقايش كندير مبقاش كيطرا لي هاد البلان زعما كيجي شي رابر شي حاجة كيجبد لك شي برود من يوتيوب كيقول لك دير لي بحالها، زعما برو لا بغيتي بحالها راه تاخد من يوتيوب علاش تجي عندي تقول لي دير بحال هاديك البرود فهمتي. و زعما البرودوسرز كامل اللي كيبداو دابا زعما لا طرا لكم هاد البلان زعما قول لي نقدم شي مثلا في ديك الديريكسيون ولا شي حاجة كنا غادي ندير زعما شي حاجة انا، حيت شحال من مرة برو كدير شي حاجه تقد تعجبك اكثر من هذيك البرود اللي وراك في الاول فهمتي. معقول شو بالك برايت
شحال مرة كنت راه زعما كيقول كيجي عندك مثلا شي رابر كيقول لك كنت كنصنت هاد الفايب عجبني هاد الهيت فهمتي، بغيت ندير مثلا بحال ستيل ديال البرازيل ولا هنا صافي، كتشد ديك الايده ديالو ملي كدير برود كتخليها زعما كتخليها في دماغك، كتخدم زعما بحال زعما كتسرب تقرب داك السير وديما تخلي واحد الطوش ديالك شوف ولا طوشه برو، ما كتجي زعما غير كتب داك الجيب بحال كتجيب الوقت، حيت انا برو راه خدمت مع رت كون شي زعما شي 4 سنين وكا كندير في لي برود بحال قلت ملي وصلت العام الخامس عاد بديت كن زعما بديت كنبلاصي بنادم، في الاول كنت غير كنديرهم في التليفون كنصنت ليهم وصافي. حسيتي بأنه كاين صافي راه دابا أنا برا نعمر الساحة اه بلان بلان حيت بروك تحس كتبدا تحس زعما بواحد الديفيرونس، مع شحال من تراك تحس زعما لا برود ناقصه شويه ولا شي حاجه، شحال من مره كترا فهمتي. وبحال قول بيت بيت او اشتريت البيبي بوي زعما كنت تحت في الكونت ديال البيبي بوي، كان زعما كيعجبني داك الشيء اللي كيخدم، و لا برود زعما الاولى اللي بلاصيت في المغرب بدات مع بيبي بوي هي ابون اللي درنا انا وبيبي بوي ديال راس سوفيوري، هذيك البرود الاولى باش بديت في المغرب. شباب عليك حتى مرة شي واحد الشغل زعما كيصوروني كيقول لي زعما علاش بديت في المغرب ومبديتيش في الطاليان فهمت، حيت انا بديت في المغرب على داس دابا بديت كندير في الطاليان فهمتي، ياك هي باش بديت فهمتي. ما كانش في الاول كان زعما ما كنتش كنت مذكر راب مغربي بزاف، كنت كنعرف زعما السميات الكبار عندك حليوة عندك طوطو فهمتي، ما ملي بديت مع راسك شي بديت كنت مذكر راس، واللي كان خارج اللي كنا مروم تماك بقات عارق بقينا هادرين فهمتي، بقينا كنخدمو لي بروجيات وكملنا فهمتي، كل مرة زعما كل مرة كنت كولابوري مع واحد و هذا الخادم حقك زعما غادي وكتطلع زعما فنية، وفي أي حاجة كديرها خاصك ديما تمشي ديجا تبدا تبغي دير زعما الماكس، زعما ديما خاصك تبغي غادي وكدير لي زيتاب كامل باش توصل زعما واحد النيفو مزيان. معقولة معقولة اسمعوا الدراري الخدمة 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 حاجة واحد النقطة زوينة قالت ما صدوش على راسهم واحد المدة طويلة يعني عجبات بنادم نيت العيبات يخفن زربن وتيك صافي راه بغا يوصل لعيبة لعيبة تشوف بقى تيدخل بنادم اليوتيوب كيف تكون بوزي انستري في 5 دقائق بدون معلم مرحبا بدون معلم كاينات يتشاو يتشاو عمرنا غنشوفو الكا كيرابي برو الصراحة زعما جات ندير شي تراكات، حيت من غير زعما نكومبوز هداك الشيء هاد العامين الاخر زعما بديت كنت انتريسس في الميكس والماسترينغ، ودابا غادي يولي يخرج زعما التراكات غادي يولي فيهم زعما لا برود الميكس والماستر زعما كامل نديرو انا و فهمتي، كيكون عندك المايك كتكون عندك لا برود ضروري زعما كتجيك لي تجرب شي حاجة فهمتي. ضروري ضروري لكن زعما بوغ المومون زعما باقي ما منخرج ما بغيتش نخرج زعما شي حاجة، دابا مسكنا اخويا دابا بغيت مسكنا ندير واحد اللعيبة مسكنا اخويا واحد اللعيبة بغيت باغي نديرها هي زعما نولي ندير نولي كل مرة نخرج تراك مع رابور فهمتي، مثلا مرة نشد الراس نخرج تراك انا وياه كي ندخل في لاشين ديالي مثلا زعما نديرو شي طايب مع مرودير فهمتي، شي هيد زعما جديد اللي لي فانس باقي كاع ما سمعو في داك الستيل، هذاك الشيء اللي كنت باغي نخدم، وإن شاء الله كل من الصيف ممكن غادي يبداو يخرج التراكات بارك. بلان والله ما يصير بلان بلان علاش ما يديرش اللعيبه ديال البوم بغيت نقول لك الناس سولنا عليه قول لي يا خويا ديال اللعبة ديال الالبوم باغي ندير، ولكن زعما باش ديرها برو خاص ضروري زعما يكونوا ديجا عندك شي تراكات خارجين فهمتي، زعما ما تكونش زعما تجمع بنادم وتخرج زعما في البروجي الاول، ما خصك تشوف شويه الكوتي ماركتينغ ديالو زعما يا بنادم يبدا زعما يعرفك مزيان بديك اللعيبه فهمتي، بس يا برو اللي تشوف راه نخرج غير شي جوج ولا ثلاثه تراكات مثلا، واحد مع راس واحد مع فيوري واحد مع وزي زعما بزاف غادي يبدا يطلع داك الشيء، هذيك الساعه تبدا تجمع بنادم زعما دير شي حاجه مخدومه مزيان. علاش ما ديرش واحد القضيه تبرو ديال كاين واحد اللعيبه في المغرب باش نجاوبك نسيت الاسئله اللي قلتي لها قبيله ديال البرودوسرز ديال المغرب، هاد اللعيبه كاينه زعما كتلقى شحال من برودوسر زعما كاع ما كيبغي يبان فهمتي، مع الدولة فوتو بروفيل اللي هو زعما كيبغي زعما غير سميتو تماك وصافي زعما يا مزيانة بواحد الكوتا مال سن بغيت تخلي داكشي مسيباري من زعما لا في ديالك داكشي بريفي ديالك، ولكن زعما لا بغيت تطلع مزيان زعما بغيت دير شي حاجة من غير زعما تبقى ديما تبرودوسي البنادم وصافي
خاصك ضروري زعما تبدا دير لي كونسيبت، تبدا دير شي لعيبات زعما، خاصك تبدا تاكسبوزي راسك شويه. وداك الشيء اللي بديت خدام فيه انا هاد العام الاخر نيت. شوف فكرة زوينة. كنت بغيت تسول شي لعبة. علاش يعني ما تفكرش انك تشوف دراري اللي عندهم ما يقولوا في الدومين، سواء في المغرب سواء في الطاليان سواء في فرنسا، عندهم ما يقولوا واخا ما عندهمش الفيوز بزاف، يعني يكون عندهم غير دراري زوينين يعني تيلعبوا مزيان فوق البيت، عندهم دي مواضيع مزيانة، واش تخدم معاهم مثلا، تخدم واحد الاو بي تبين واحد لي طالون اللي طالعين مثلا ولا شي حاجة. كاين بحال هاد الكونسيبت اللي كنا بغينا نديرو، كنا بغينا نبداو في الطال يعني، بحال ديجا مع شي دراري ديجا بدينا في شي لعيبات، وبغينا نديرو بحال هاد اللعيبة، بغينا نديرو حنايا في الطوموبيل ياك حاطين كاميرا، كنجبدو كل مرة كنجيبو زعما رابور جديد، لقيت يكون زعما راكين شحال من دراري كنعرف ممكن نخدم معاهم، باقي مليحين حتى حاجة فيه وباقي ما تمهم باغيين شي لوحو، وانا كنبقى زعما لوح حيت كاين شحال من دراري كتصيبو واعر زعما واعر شي زعما رابرز باينين وهم كيبغيو شي لوحو فهمتي. وزعما بدل اللعيبة مثلا زعما تزعم ويبغي يلوح لي بروجي ديالو، حيت ما تكش كاين شحال من واحد بدا العام زعما كتصايبو العام الجاي زعما ديجا مفرقعة فهمتي، شحال من واحد طرالي بحال هاد. وكان باغي ندير بحال دابا، خصني غير نفكر مزيان في الى كونسيبت نبداو. هي هادي تسد على راسك عاوتاني انا برا. خصني عاوتاني نسال. فكرة زوينة بلاط برو. نسولك شحال تاخد ديال الوقت باش انك تكوكي واحد البرودوز ديالك، فهمتي، واحد لانستري ديالك، شحال تاخد فيه ديال الوقت؟ زعما برود باش نبدا برو، زعما الايدي جينيرال ديال البرود زعما مثلا غير المانو ديالو شي حاجة قد تاخد لك مثلا 5 دقائق 10 دقائق، ولكن باش تكملها كاملة نقد مثلا نقول حنا كنبدا دابا نخدم فيها شي ساعة ساعتين وكاك، ومثلا النهار من وراه نزيد عاوتاني شي ساعتين اخرى ونكمل لا برود، فهمتي كل برود وشحال كناخد فيها ديال الوقت. لكن مكيناش شي برود اللي مثلا زعما بديت هذيك الساعة وكملت هذيك الساعة، بحال مثلا قد نكمل هذيك الفيرسيون ولكن انا نطلع عاوتاني في التليفون قد نزيد هاد اللعيبه هاد اللعيبه، كتخرج زعما برودوي كومبلي في الاخر. كاين شحال من دراري دابا خاصك تشوف غير لي برود، حيت كاين دراري بزاف ديال البرودوسات اللي حتى انا بديت بحال هكا الصراحه، ملي يلاه كتبدا ما كتعرفش تكومبوزي، ما كتعرفش مثلا البيانو وداك الشيء، كتبدا بلي لوب وداك الشيء اللي كتلقى اونلاين فهمتي، تيليشارجيت الباك هناك تلصق هادي مع هادي، بحالك تقول كدير بيت ولكن ماشي بيت ديالك زعما، غير لصقت هادي مع هادي مع هادي وصافي. و واحد اللعيبه اللي كيطيحوا فيها الدراري بزاف برضو من هادو اللي زعما يلاه بداو هادشي زعما، ما كيبغيوش يشدوا اللعيبه ديال زعما، هما يبغيو يكومبوزي يحطوا ميلودي ديالهم ولا شي حاجه. شحال واحد دابا راه تقلب غير في الانترنت تلقى الرام ديال اللوبس فهمتي، حتى دابا بحال تيليشارجي دير بيت دابا ساعه فهمتي. براي كاين شنو كيوجد الكا رمضان من بروجيات جايين فيهم الكا مور رمضان؟ كاين بزاف ديال البروجي خصوصا مع الراس، مع الراس بحال قلت تقريبا دابا هتوصل حال البريود بحال قول اي تراكي يولي يخرج يكون ديالي، وبغيت كاين بزاف ديال الدراري بغيت نخدم معاهم، ولكن هاد الصيف خصوصا هاد الصيف ما غادي ندوز عاوتاني المغرب، غادي بحال كل مرة غادي ندوز مع واحد وغادي نكمل ان شاء الله بزاف ديال البروجي. الله زعما بغيت عام ماكسيموم ولا عامين زعما يا دراك يخرج زعما تسمع برود الكا. اللهم يسر توفيق ان شاء الله، نشوفوا عاوتاني شي حاجه مزيانه في المستقبل، شي حاجه مع شي واحد دايره في دماغك، علاش لا؟ من رجاله. بغيت ما سولناش شكون اللي كيمزكوك شي تراك، واحد من احسن تراكات اللي فايت سمعتي اللي ما درتي لهمش انت البرود، وقلتي ديك هذا تراك يا سلام. في راب مغربي نجبد لك البلاي ليست ونقول لك دابا، نقول لك دابا عرفتي ديك هاد اللعيبه كان عليا دير هذيك، لا ولا كنت تمنيت ما تسميتي تسمعتين. كاين شحال من تراك نقدر نقول لك شي، نقدر نقول لك شي 5 تراكات بحال هكا قدو يكونوا معروفينش معروفين. كاين فاسيل ديال فريزي اوزي شيطان لابرود ديالها ناضي، ما عرفتش عمرك سمعت التراك. كاين
كاين شكرا لافي ديال البنجو والسهل الحر، ديك البروتيا ناضية. نقدر نقول لك بيكولا ديال الجراندي توتا، بيكولا هارب، بيكولا هارب هذاك راه و تراك هورن. نقدر نقول لك سميتو كاع داك التراك ديال دولي اللي دارو في كازا ستريت، روسيت هذيك التراك، هذيك البروسيا يا ناضي. شوف سمع نجيب روسيت روسيت هذاك يتشوف عليك هيا ناضي عليك يس يس ذاتس يتشوف لي عليك خويا الكا يتشوف يتشوف. كلمة ختامية خويا الكا، شنو تبغي تقول في النهاية؟ غادي تسمعوا ان شاء الله، تسمعوا شحال من بروجي يخرج هذا العام، وغادي تحسوا زعما الدراري كاملين اللي كيتصنتوا كيديروا لي رياكشن، تحسوا فريمون زعما واحد الساوند جديد. غادي نجرب نجيبو من لي زارتيست، ونجرب زعما ما نخليهمش يديروا في نفس الستيل اللي كيديروا، نجرب نديرهم في شي جديد، في شي تايب جديد ان شاء الله. بيتشوب 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 لاز 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 اخويا الكا تشكرك يتشوب لي عليك ولا ما كان خوتي معكم الكا يتشوب لي عليك. ودي جي